أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: المعروف أن الكراهة عند السلف المراد بها التحريم، فالإمام أحمد هل يريد التحريم من قول هل الإمام أحمد هل يريد التحريم من كراهته لقراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو؟ هو الظاهر، لأن الكراهة جاءت في القرآن أنها للتحريم، كما قال تعالى لما ذكر الشرك وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. نعم.